رزق مدير الفرع والشيخ ومدير المحطه بالسجن. يلا بسرعه بسرعه. يوميا اكو عطلات بالسيارات من وراء، يوميا اكو المقداديه تخلون مي، المحطه مال معقوبه تخلون مي. وبلغت القضاء، انا طبعا ما اخذ اجراء الا بلغ القضاء، وبلغت الوزاره مالتكم، انتم مالت تظلون تحطون مي وتاذون سيارات العالم. هاي ما اسمع، انا محافظ هنا والله انا لا تحكي، انا محافظ هنايا، الناس تريد من عندي ما تريد من عندك، يوقفوني بالشارع ويقول لك تعال يا محافظ شوف السيارات.